السلام عليكم. هذا محمد من مدينة الجديدة، متطوع المسيرة الخضراء المضفرة. مشينا المسيرة بنظام وانتظام، مشينا في عمر ديالي 20 سنة، مشينا في الشاحنات ومشينا جاهدنا في سبيل الوطن، ومشينا للمسيرة وجاهدنا ودخلنا الأرض الصحراء، دخلنا الأبطيح، أبطيح دنا الخزاين، عطاونا الرافاطيمون، كلينا شربنا الحمد لله وكل شيء بخير وعلى خير. باختصار كانوا قدامنا واحد في الحدود تما، كانوا لي شار ديال الإسبان. مشينا واحد المجموعة ديال مدينة الجديدة متطوعين، مشينا تقربنا لهم، بدينا كنركعو كنصليو ديك الساعة في المسيرة الخضراء، وطلعت لي الهليكوبتر كتحلق فوق منا، ما خافنا ما والو. عندنا الجهاد، الروح الوطنية، الجهاد ديال الروح الوطنية، والحمد لله. ومشينا كلينا شربنا والامور كلشي داز بخير على خير. الفرحه المغاربه حاملين الشعار العلم الوطني والقران، الحمد لله وربي حفظنا، ما كاين، رجعنا بسلام حتى المدينه الجديده دخلنا. الاستفاده الحمد لله اللي استفدوا هو الروح الوطنيه، وهذا هو المشكل، فهمتي؟ لان الصحراء صحراء مغربيه، غادي يخلاوها جدودنا الاساليب ديالنا، الصحراء مغربيه وكتب قديمه مغربيه، ولو هادوك الانفصاليين كي يخربقوا ويجريو ويجاريو هادي هادي، الحمد لله الصحراء مغربيه، لا من ناحيه الانجازات ولا من ناحيه المشاريع ولا من ناحيه اي موضوع. اما احنا جاهدنا، مشينا المسيره، من مورا المسيره ان شاء الله وبقيت بالجهاد، ودخلت عنصر، دخلت جندي قوات مساعده، وجاهدنا الحمد لله، ومشيت تزوجت ثاني 7 سنوات في الصحراء، وجاهدنا في على ارض الوطن، والحمد لله ما خايفينش، الحمد لله عندنا الروح الوطنيه، هذاك الشيء في دمنا، وخدمنا وخرجنا التقاعد. وما هاد الانفصاليين اللي سميتو عليه ما عندهم يصوروا، الحمد لله راه الصحراء مغربيه باش ما كان، والمغرب الصحراء ايه، وديما الصحراء مغربيه. وحاليا هاد الوقت درت شي مسيره، حيت المسيره تنظمت جوج مسيرات اللي تنظموا في العالم، المسيره المغربيه ديال الصحراء المغربيه، ومسيره ديال الهند، جوج اللي تنظموا في العالم. المسيره كانت نظمتها الهند واحد الزمان، والمسيره المغربيه، والحمد لله ما عندنا، انا مشينا للمسيره ما عندنا لا سلاح لا قرطاس لا والو، شعارنا الله الخليل الله الوطن والملك. وما هذا هو المشكل، وما الانسان انسان خصو تكون تبقى فيه الروح الوطنيه. لا كنتمنى هاد الشباب ان شاء الله الرحمن الرحيم تكون فيهم الروح الوطنيه، يمشيو يكافحوا على بلادهم على ارضهم، ولو الانسان ولو بشي حاجه بسيطه. وما هاد السيده هذيك خيتنا اللي حرقت العلم الوطني في فرنسا، هذيك راه دافعين انفصاليين، هذيك دافعين انفصاليين، وهذيك السيده غادي تحرق من عند الله، غادي تحرق، غادي حرقها سيدي ربي، فهمتي؟ وراه هي تحت سيرفيونس ديال المغاربه ان شاء الله في فرنسا، غادي يلقاوها غادي يحرقوها ان شاء الله الرحمن الرحيم. اننا رايه العالم في دمنا، احنا دمنا احمر، تبقى العالم الوطني احمر، دمنا احمر والعالم الوطني احمر، هذا هو المشكل. والجهاد ديما الله، احنا تحت شعار الله الوطن والملك. وكاين بعض الناس مساكن رجعوا من المسيره، كاين اللي استفد، كاين اللي ما استفدش مسكين، كاين اللي ما ساعدوش الحظ ما في الحياه ديالو، والحياه هي هذه، الله كيعطي وكيقلع، وهذا هو المشكل. الدنيا هي هذه، والحمد لله الان
حنا كنتمنوا الله سبحانه وتعالى وديما كنحتفظوا بهذه البطاقه الوطنيه ديال المسيره الخضراء، تبقى لوليداتنا في الارشيف، تبقى لوليداتنا في الارشيف، تلامتنا كيبقى داك الارشيف، ووليداتنا يقولوا بابا راه مشى للمسيره الخضراء. اننا المسيره الخضراء ماشي سهله باش تنظمت وباش تنقلوا هذوك الناس الشباب والشيوخ والنساء، ماشي سهله باش غادي تنظم، راه عندها بروغرام ديالها باش تنظمت. والحمد لله ولا نشربوا غير الخبز والماء في الصحراء، وديما الصحراء المغربيه.